مظاهرة. خلينا نشوف هذا الفيديو. سعيد. الأشخاص الذين بس بالبال والبوس لكل الريبورترز وكل الريبورترز على الارض عن جد لازم نبوسهم كلنا ونقول لهم يعطيكم الف عافيه وما عم تنزعجوا ابدا. بس مش انه كل واحد هلا ياخذها انه مهضومه يروح يبوس. هلا اخر بوسه ما زبط، ما شفنا بوسه اخر شيء. اخر بوسه ايه ما قبل بوست له باخر بوسه يعني، بس انه بتبويس يعني نبقى بال. فينا بس نسال سؤال منى، هيدا تحرش او شيء عفوي؟ لانه صار في حكي على السوشيال ميديا عن جد. لا لا انا سمعت شفت واحد كتب اه طبعا تحرش ولا شيء وكور اوف ذا مومنت العالم يعني في منهم بيعملوها زنيخه بس انه ايه زنيخه ايه اوكي